بدأ يسوع أن يعير المدن التي كانت فيها أكثر قواته ولم يتوبوا، وقال: الويل لك يا قرزين، الويل لك يا بيت صيدا، لأن القوات التي كانت فيكما لو كانت في صورة وصيدا لعلهما تابتا في المسوح والرماد. ولكني يقول لكما إن صورة وصيدا يكون لهما راحة في يوم الدين أكثر مما كفرناحوم التي ارتفعت إلى السماء فتهبطينا إلى الجحيم، لأنه لو كانت في صدوم القوات التي كانت فيك لثبتت إلى اليوم. ولكن أقول لك إن أرض سدوما يكون لا راحة في يوم الدين أكثر مما لك. في ذلك الزمان أجاب يسوع وقال: أشكرك يا أبتاه رب السماء والأرض، لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأظهرتها للأطفال. نعم يا أبتاه، لأنه هكذا حسن لدي، كل شيء دفع إلي من أبي، ولا أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن يريد الابن أن يكشف له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين الأحمال، وأنا أريحكم. احملوني ري عليكم وتعلموا مني أني وديع ومتواضع القلب، فتجد راحة لنفوسكم، لأنني ري طيب وحملي خفيف. والأمن والسلام لجميعكم.